الترتيب الثاني لماذا لإحداث الأردن بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورنا العزيز مرة أخرى نعود معا لمتابعة ما تبقى من لقاء اللي يجمع نادي العروبة وبنادي الوحدات الأردني. الشوط الأول تركناه ينتهي بتقدم العرباوية بثلاثة أهداف مقابل هدف. في شوط أول كان متوسط المستوى، ولكن الآن إلى شوط ثاني آخر، والشوط الثاني يعني يبداه الفريقين بعمليات التبديل والإحلال والإنزال من خلال تبديل ثاني كان في صفوف نادي الوحدات الأردني بنزول اللاعب محمد جمال اللاعب رقم 20 بديلا لأحمد الشعلان اللاعب رقم 24. هذا هو التبديل الخاص بنادي الوحدات الأردني. أما في صفوف فريق أو نادي العروبة نزول 22 لاعب جمعة درويش المعشري في تبديل أول، هو يعتبر بالنسبة لنادي العروبة. ومدري راح نشاهد من اللاعب اللي غادر بعد قليل. هذا هو جمعة درويش المعشري الواضح معانا والبديل الأول في صفوف نادي العروبة. إلى رمية تماس ملعوبة من عبد الدايم أمامية، ولكن الكرة مقطوعة وإلى خارج أرضية الملعب. إبراهيم سبيت أخرج الكرة وإلى خارج إلى رمية تماس لصالح نادي الوحدات الأردني. إذا شوط أول ينتهي بتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح نادي العروبة عن طريق لاعب عبد الله ثويني هدفين، وطلال لوهي بهدف واحد. عبد الله اثويني موجود وراح نتابع ملعوب الكرة، ولكن الكرة طويلة إلى خارج أرضية الملعب تماما إلى ركلة مرمى من هذا اللاعب أحمد الياس اللاعب رقم 12، بالتالي إلى ركلة مرمى لصالح نادي العروبة. الآن يبدو بأن أيضا طلال الوهيبي هو الآخر موجود. هذا هو كان عبد الله ثويني، وهذه هي لقطة على الجماهير الحاضرة اللي هم جماهير نادي الوحدات الأردني. ملعوبة الكرة اللعب إلى راشد المشايخي، راشد يلعب كرة أمامية طويلة عبد الله ثويني، ولكن الكرة مقطوعة. محاولة المرور الآن، محاولة البحث عن زميل أيضا مقطوعة الكرة. حبيب الله الدحماني مررها بشكل جميل، تسديدة، ولكن تسديدة طلال الوهيبي تصطدم وتعود وتبقى عرباوية. المحاولة الآن تهيئة الكرة، إعادة الكرة إلى رايد إبراهيم، رايد يلعبها إلى الجهة الأخرى إلى تعود لرايد مرة ثانية. محاولة المرور تصل إلى حبيب الله الدحماني، هيئ الكرة وتنلعب، والتمريرات لا تزال وتبقى تصل إلى جمعة درويش. جمعة درويش الكرة معاه الآن، يبحث عن زميل يلعبها إلى إيمرسون، إيمرسون يبحث عن من، ولكن الكرة مقطوعة في هجوم مرتد. الآن محاولة الهجمة المرتدة لصالح نادي الوحدات، اللعب أمامية ولكن إلى صافرة وخطأ حاضرة على منذر أبو عمارة. الصافرة حاضرة والخطأ لصالح نادي العروبة، ولاعب واقع على أرضية الملعب. إذن هذه هي دفعة بالفعل من محمد أو منذر أبو عمارة على إبراهيم العبيدلي، وبالتالي خطأ لصالح نادي العروبة ولاعب العروبة اللي هو عبد الله ثويني واقعا على أرضية الملعب ويتلقى العلاج اللازم الآن. والحكم السيد مرعي العواجي يذهب للإطمئنان على عبد الله ثويني وعملية علاجه، وربما أقول ربما يغادر، ربما يستمر، هكذا سوف يقر ويقرر أعضاء الجهاز الطبي لنادي العروبة، وهو راح يخرج إلى خارج أرضية الملعب يستكمل علاجه. الحكم هذا اللي يبيه، وبالفعل هذا اللي يحدث، ويخرج عبد الله ثويني إلى خارج أرضية الملعب ليتلقى العلاج اللازم. والكرة إلى خطأ لصالح نادي العروبة الآن. هذه آخر مباريات العروبة في كأس الاتحاد الأسيوي لهذا الموسم، وتتوقف المشاركة هنا، ولكن على المستوى المحلي في عند مباراتين. الأولى رايحة تكون يوم 14/5/2012 في مباراة قمة القمم
عندما يلتقي نادي فنجة في مباراة ربما يبحث من خلالها نادي العروبة إلى إنهاء كل المحاولات الفنجاوية والشبابية من أجل الظفر بلقب بطل دوري عمان تلي هذا الموسم. ملعوبة الكرة الآن، ملعوبة عرضية حاضرة ولا تزال تبقى، إنما تتخلص من وشاح كرة طويلة أمامية ما هي ببعيدة، تبقى في مناطق الوحدات الأردني. محاولة المرور، نعم المحاولة قائمة وناجحة، ولكن بعد ذلك تدخل في هجوم مرتد لصالح نادي الوحدات. ملعوبة الكرة الأمامية الآن، محاولة التقدم من اللاعب رقم 11 اللي هو عبد الله ذيب صاحب الهدف الوحداتي الوحيد إلى الآن. ملعوبة تصل إلى إيمرسون، إيمرسون الكرة معاه الآن، يبحث عن زميل إلى جمعة درويش، جمعة درويش إلى إيمرسون، إيمرسون يبحث عن زميل، يغير اتجاه اللعب أو يعيد اتجاه اللعب إلى حبيب الله الدحماني، تأخر فيها شوي وبالتالي تتخلص من أحمد عبد الحليم. ملعوبة الكرة في وسط أرضية الملعب، البحث عن من؟ عن الزميل إلى بلال عبد الدايم. عبد الدايم يحاول المرور من جمعة درويش ولكن تغطية من جمعة درويش، إنما بعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، ورمية التماس لصالح نادي الوحدات الأردني. إذن نادي العروبة بعدما يقابل نادي فنجة وتنتهي أموره مع نادي فنجة راح يلتقي في مباراة أخيرة في الدوري العماني في الأسبوع الأخير مع نادي المصنعة يوم 31/25. هذا هو مشوار نادي العروبة أو ما تبقى من مشوار نادي العروبة على مستوى الكأس الاتحاد الآسيوي وعلى مستوى دوري عمان تل، دوري المحلي، دوري الدرجة الممتازة. بينما هناك في الطرف الآخر نادي الوحدات، هي أيضا هي هذه آخر مبارياته. إذا الراية حاضرة في كرة ومحاولة كانت لعبد الله ثويني، ولكن الصافرة حاضرة والراية حاضرة، ومع ذلك الكرة لم تعانق الشباك. أيضا تشوف الإعادة، ما أدري والله مالي في التحكيم خبرة، ولكن وكأنها ما كانت إلى حالة تسلل. عموما هكذا ارتأى الطاقم التحكيمي وهم أدرى وأعلم بهذه الأمور. هذا هو اللاعب وشاح اللي هو جمال أو محمود وشاح، محمود وشاح هكذا قال المدير أو مدير الفريق زياد شلباية عندما تحدثت إليه، أسأله هل هو وشاح أم وشاح على سبيل المثال، قال لا هو وشاح، هو محمد أو محمود وشاح، إذن هو محمود وشاح. إذن آخر مباريات الوحدات خلينا نستعرضها أيضا، هو الآخر على مستوى آسيا، هذه ما هي آخر مبارياته، هذه آخر مبارياته في دور المجموعات، هو وصل إلى دور 16 اللي رايح يكون مبارياته المقبلة يوم 22 أبريل أو عفوا 22 ماي، وبالتالي يعني هناك له مباريات قادمة في كأس الاتحاد الآسيوي. بينما على المستوى المحلي في دور المحترفين الأردني هو خلص أنهى مشاركته لأن الدور الأردني انتهى، ويحتل الوحدات الأردني في الدور المحلي المركز الثالث. يعني آخر مبارياته كانت على مستوى الدوري المحلي كانت أمام نادي الفيصلي في مباراة أيضا كما يقال لها قمة القمم، هناك انتهت بتعادل ما بين الفريقين، تعادل سلبي. بطاقة صفراء حاضرة في وجه محمد المحار، ما إذن هي أول البطاقات الصفراء في المباراة. بالسلامة إلى رايد إبراهيم اللي وقع على أرضية الملعب من نادي العروبة، بالسلامة إلى رايد إبراهيم، هذا هو رايد، بالسلامة لي بكل تأكيد، ما نتمنى بأن يكون أصيب. لاعب صغير، لاعب عطاءات جميلة يقدمها من خلال المنتخب الأولمبي ومن خلال نادي العروبة. شوف الأطفال والوجوه البريئة الحاضرة يردون التحية، أطفال الأردن الحاضرين في هذه المباراة. إذن هكذا يكون نادي الوحدات الأردني راح يكمل المشوار في آسيا، وراح ربما أعتقد يتواجد أيضا في كأس آسيا المقبلة الموسم المقبل. العروبة هو الآخر، يعني إذا ما فاز في الدور المحلي فمعنى ذلك بأنه راح يكون متواجدا في كأس الاتحاد الآسيوي في الموسم المقبل بإذن الله تعالى.
نتمنى بالفعل يعني من مختار والجهاز الفني والإداري إذا ما استمروا وهم نفسهم في الموسم القادم فإنهم يعملون من أجل هذه البطولة. نتمنى أن تكون هذه البطولة في يوم ما. يعني إحنا ما لنا بحر في بحر دوري أبطال آسيا، ما لنا سفينة في دوري أبطال آسيا، وبالتالي سفننا دائما ما تبحر هنا في كأس الاتحاد الآسيا وفي هذا الموسم من خلال نادي العروبة ومن خلال أيضا نادي السويق. ونتمنى أيضا يعني في الموسم المقبل بإذن الله تعالى أن تكون المشاركة أفضل بكثير، أفضل بكثير، لأن يعني نادي الوحدات في 2011 اللي هي البطولة الماضية يعني حل في مجموعة ضمت بجوار الطلبة العراقي، السويق العماني، والكويت الكويتي. ما راح أتحدث عن مشاركة السويق، أتحدث عن مشاركة الوحدات في تلك في ذلك الموسم. الموسم الماضي فاز في 4 مباريات وتعادل في 2، ما خسر في من 6 مباريات، ما خسر ولا مباراة في سجل جميل. يعني ربما تكون حتى هذه البطولة هي أفضل إنجاز للوحدات الأردني كان من خلال البطولة 2011 اللي هي في الموسم الماضي، لأن يعني سجل 11 هدف واستقبلت شباكة فقط 3 أهداف في 6 مباريات. تخيل 3 أهداف في 6 مباريات بواقع هدف في كل مباراة، ولكن سجل 11 هدفا في 6 مباريات، أي بمعدل 2 إلا شوي في كل مباراة. حسد يعني 12 نقطة كاملة من أصل 18 نقطة، فوت 6 نقاط فقط. ملعوبة الكرة الآن، محاولة لصالح نادي الوحدات الأردني ويبحث عن زميل اللي هو كان عبد الله ذيب ومررها، ولكن الكرة مقطوعة والمحاولة لا تزال تصل لأحمد عبد الحليم. عبد الحليم الكرة معاه، يحاول يبحث عن زميل، يعيد الكرة إلى الخلف شوي، ملعوبة إلى عبد الدايم الآن، بلال عبد الدايم يلعبها إلى زميله اللي هو منذر أبو عمارة. أبو عمارة مررها ولكنها مقطوعة وتلعب إلى عبد الله الفارسي، ما وصلت تصل إلى المدافع أو البديل اللي هو محمد جمال. محمد جمال لعب كرة أمامية إلى بلال عبد الدايم، ولكن بلال عبد الدايم كان في موقع التسلل. هذا هو بلال عبد الدايم وحالة التسلل الصحيحة الحاضرة، وكما شار فيها عبد العزيز الكثيري الحكم المساعد الأول. إذن في 2011 نادي الوحدات وصل إلى دور ال 16، في دور ال 16 قابل نادي شورتان الأوزبكي، وهي طبعا مباراة خروج المغلوب من مباراة واحدة، واستطاع بأن نادي الوحدات يفوز في تلك المباراة 2-2 ليصل إلى ربع النهائي ويقابل نادي دهوك العراقي يوم ما فاز عليه في الذهاب 5 أهداف مقابل 1، وفي الإياب أيضا فاز ولكن فاز 3 أهداف نظيفة، أي أن في المباراتين فقط سجل 8 أهداف ودخل مرمى فقط 1، ليصل بعد ذلك إلى نصف النهائي وقابل نادي ناساف كارشي الأوزبكي. عاد هناك توقفت المشاركة عندما خسر هناك في أوزباكستان أمام ناساف كارشي 1، وعندما أتى ناساف كارشي إلى المملكة الأردنية الهاشمية استطاع بأن يتعادل ونادي الوحدات لينهي مشوار الوحدات الأردني في تلك البطولة من خلال التعادل الإيجابي 1-1، وتعتبر تلك البطولة في 2011 هي أبرز وأفضل مشاركات الوحدات الأردني إلى الآن أتحدث، لأن هنا لا يزال مستمرا في هذه البطولة. ملعوبة محاولة المرور من جمعة درويش والتقدم، ولكن هذا هو جمعة درويش إنما إلى خارج أرضية الملعب الكرة وإلى رمية التماس لصالح نادي الوحدات، وإبلال عبد الدايم هو من ينفذ الكرة هذه إلى الزميلة اللي هو منذر أبو عمارة، ولكن الكرة بعد ذلك مقطوعة وتعاد من اللاعب إبراهيم سبيت، تصل إلى الزميل محمد إسماعيل أو إلى حارس المرمى محمد اسماعيل الفارسي، يلعبها الى العبيدلي الكره معاه الان، يلعب كره اماميه ولكن الكره مقطوعه من اللاعب اللي هو رامي ردايده الى خارج ارضيه الملعب الى رميه تماس ملعوبه من عبد الله ثويني الى جمعه درويش، الى عبد الله ثويني مررها بشكل جميل الى جمعه درويش الى الزميل الى حبيب الله الدحماني، تصل الى راشد المشايخي، راشد يلعبها، يبدو لي بان عيد الفارسي هو من غادر ارضيه الملعب. نعم هو عيد الفارسي من غادر ارضيه الملعب وترك المجال للاعب جمعه درويش،
وعيد الفارسي كلنا يعرف بأنه لاعب منتخبنا الأولمبي، ولكن ربما أقول يجهل البعض بأن جمعة درويش مثل يوما ما أو في يوم ما في سنة من السنوات المنتخب الأول، منتخب ما أدري إذا مثل الأولمبي أو لا، ولكن مثل المنتخب الأول أيام بولوغوين، أو عفوا ما هو بولوغوين، هو المدرب الفرنسي كلود لوروا. إذا كان ولا زال إذا جمعة درويش متواجدا للمنتخب الأول، وبالتالي هما يعني مجموعة اللاعبين الدوليين اللي يمثلون نادي العروبة ويمثلون منتخباتنا الوطنية سواء على مستوى الأولمبي أو كان على مستوى الفريق الأول المنتخب الأول. محاولة الآن تلعب كرة الآن، محاولة تسجيل الهدف الرابع، ولكن خروج من محمود شلباية أو عفوا مالك شلباية حارس المرمى اللي يخرج ويحصل الكرة هذه في محاولة ربما كادت أن تكون إلى هدف رابع، إنما يبدو إلى الآن هكذا النتيجة تذهب إلى 3-1 رغم المحاولات من هنا وهناك، وصافرة موجودة وخطأ. الخطأ لصالح نادي العروبة. بالسلامة إذن للاعب اللي واقع على أرضية الملعب، يعني هو تدخل ربما لإبعاد الكرة من هذا اللاعب، اللاعب رقم 29 بشار بني ياسين المدافع بنادي الوحدات الأردني، ولكن التدخل كان خاطئا وأصيب هو نفسه من خلال التدخل الخاطئ. بالسلامة لبشار بني ياسين اللاعب اللي واقع على أرضية الملعب. كنا شاهدنا خروج طارق خطاب اللاعب رقم 38 المدافع اللي كان بجوار بشار بني ياسين، ونزل بديلا عنه محمود وشاح كبديل أول. بعد ذلك الوحدات تجرى عملية تبديل أخرى بخروج أحمد الشعلان اللاعب ربما اللي تقول بأن خلف المهاجم منذر أبو عمارة كان يلعب، ونزل بديلا عن محمد جمال، ولكن محمد جمال إلى ربما خط الوسط المتأخر شوي الأقرب إلى المدافعين مع خروج أحمد الشعلان مثل ما سبق وتحدثت، بينما يعني أراح ربما مختار المدير الفني لنادي العروبة عيد الفارسي وأنزل بديلا عن جمعة درويش. هو تبديل ربما يعني هما اللاعبين مهاريين جيدين يقدمان مستويات طيبة وجميلة على مستوى ناديهم نادي العروبة وكذلك على مستوى المنتخبات الوطنية. إلى خطأ الآن لصالح نادي العروبة، ملعوبة رأسية، ولكن الرأسية في حضان حارس المرمى أو في يد حارس المرمى مالك شلباية الحارس اللي واضح معانا، رأسية كانت من حبيب الله الدحماني، ولكن تواجد جميل لحارس المرمى مالك شلباية اللي يبعد الكرة هذه أو يحصل الكرة وبعد ذلك يلعبها أمامية. ملعوبة الآن محاولة لأحمد الياس، إنما إلى خطأ، والخطأ لصالح أحمد الياس على حبيب الله الدحماني، وبالتالي في وسط أرضية الملعب الخطأ لصالح نادي الوحدات. ملعوبة تصل إلى من المقطوعة، ما وصلت بشكل سليم. عبد الله إثوين الكرة معاه يعيدها إلى إبراهيم سبيت في وسط أرضية الملعب، ملعوبة إلى عبد الله يلعبها إلى جمعة يتقدم الآن. جمعة ربما العرضية وربما تمرير، نعم هي عرضية، ولكن إبعاد من المدافع إلى خارج أرضية الملعب. يبدو لي بأن المدافع نعم هو اللاعب رقم 23 محمد المحارمة. هنا عملية التبديل حاضرة أيضا في صفوف نادي العروبة، رح يخرج عبد الله ثويني صاحب الهدفين اللي كنت أتوقع بأنه يسجل هدف ثالث بناء على ما جالس يقدمه من مستويات. عموما ينزل الآن عبد الله صالح إبراهيم، هذا هو عبد الله صالح إبراهيم لاعب شاب من فريق العروبة، بالتوفيق أكيد له. ولاعبين العروبة كلما كانوا يلعبون صغارا كلما تألقوا وأبدعوا وأمتعوا أيضا، وبالتالي تشاهدهم في المنتخبات الوطنية كلها ناشئين شباب أولمبي أول متواجدين لاعبين العروبة بشكل كبير جدا، لأنهم يمتلكون ربما الخامة الجميلة جدا والمستوى الجميل جدا. هذا هو رايد، واحد من الشباب الصغار المبدعين والمتألقين، رايد إبراهيم إلى ركلة زاوية لصالح نادي العروبة الآن، ورايد يلعبها على طول. ملعوبة الكرة تصل، تمريرة تصل إلى رايد، شوف الجمال والحلاوة، وتسديدة مباشرة من رايد إبراهيم، ولكن مالك شلباية موجود ويبعد الكرة.
يعني هو جالس يتألق ويقدم عطاءات وجالس يثبت يعني الكلام اللي الناس تقوله دائما وأبدا بأن هذا اللاعب ربما يكون هو النجم قادم بقوة في سماء الكرة العمانية. ويا مكثر النجوم عندنا. ملعوبة الكرة إلى جمعة درويش، يحاول جمعة درويش يمررها، تتسدد الكرة ولكن مالك شلباية يحصل الكرة هذه حارس المرمى. إلى صافرة موجودة وإلى خطأ، والخطأ لصالح نادي الوحدات الأردني. ملعوبة مرور جميل الآن لصالح نادي الوحدات، وعرضية من لمسة ولكنها بعيدة تصل إلى رامي ردايدة، رامي مررها وتعود لرامي أو عبد الدايم، الكرة معاه بلال عبد الدايم، إنما بعد ذلك تدخل من إيمرسون والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس لصالح نادي الوحدات. ملعوبة الكرة، محاولة المرور الآن من رامي ردايدة ولكن الكرة مقطوعة، تتمرر تصل إلى جمعة درويش اللي حصلها، حاول بأن يتقدم ولكن ما يسمح له محمد جمال بالمرور، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس لصالح نادي العروبة الآن وإبراهيم سبيت. إبراهيم سبيت يلعبها إلى العبيدلي، الكرة معاه الآن، يغير اتجاه اللعب إلى إبراهيم، معاه الكرة الآن رايد، يلعبها إلى البديل عبد الله صالح. ملعوبة ولكن الكرة مقطوعة. لم يسبق للفريقين أو الناديين وأن التقيا سوى في مباراة الذهاب اللي كانت بتاريخ 21 مارس يوم الأربعاء، ويومها فاز الوحدات بهدفين مقابل هدف كانت هناك في على استاد الملك عبد الله الثاني، وفاز الوحدات بهدفين مقابل هدف. إذن ذلك هو اللقاء. يعني الغريب في الموضوع بأن اللي سجلوا الأهداف في تلك المباراة الثلاثة، يعني ثلاثة لاعبين، خلينا نشوف عبد الله صالح إبراهيم ماذا يفعل، يحصل الكرة هذه يلعبها ولكن تمريرة خاطئة بدون تركيز ربما، وبالتالي تتخلص لصالح نادي الوحدات الآن. إذن يعني يوم ما فاز الوحدات على العروبة هناك في الأردن كان اللي سجلوا الأهداف لصالح نادي الوحدات هما علي صلاح هاشم ومحمود شلباية، واللاعبين اثنينهم ما هم موجودين في المباراة. محمود شلباية موجود على الدكة ولكن علي صلاح هاشم ما هو موجود خير خلاص، واليوم ما شارك لا محمود شلباية أكيد ولا علي صلاح هاشم، يعني اللاعبين اللي سجلوا الأهداف الوحداتية هناك ما هم موجودين. بينما في الطرف الآخر نادي العروبة كان سجل هناك جمعة درويش ما كان شارك بداية المباراة، لم يشارك أساسيا ولكنه يشارك كبديل في هذه المباراة، إذن في من أجل ربما يعني زيادة المعنويات وزيادة الفاعلية الهجومية لنادي العروبة، بالتالي يشارك جمعة درويش. عاد هل يسجل هل ما يسجل الله أعلم. المباراة ندخل قريبين من الدقيقة 70 أو الدقيقة 25 ما دخلناها، ولكن ما احنا ببعيد عن دقيقة 25 من عمر الشوط الثاني، والنتيجة 3-1. جمعة درويش إلى الآن ما سجل وهو دخل بديلا في الشوط الثاني، بدايات الشوط الثاني. حبيب الدحماني تتمرر الكرة ولكن الكرة إلى حالة تسلل حاضرة وموجودة كما يشير بذلك سيد ناصر المظفر الحكم المساعد الثاني على هذا اللاعب اللي هو طلال الوهيبي. ثلاثة واحد إلى الآن. ملعوبة تصل الكرة إلى من؟ أحمد الياس. أحمد الياس إلى الزميل محمد جمال، تعود لمرة ثانية محمد جمال، يلعب الكرة إلى الياس. أحمد الياس الكرة معاه، يغير اتجاه اللعب إلى الجهة الأخرى ولكن الكرة طويلة وإلى خارج أرضية الملعب. إلى رمية تماس لصالح نادي العروبة، ملعوبة الكرة على طول، تعود الكرة إلى الخلف شوي، يعني الأمور بدأت تأخذ نوع من الهدوء، وبالتالي يعني
الهدوء ربما أكيد يرافق نتيجة المباراة الحاصلة ويرافق أيضا عموم التفكير في المباراة. ملعوبة الكرة الآن جمعة درويش، الكرة معاي مررها بشكل جميل، ولكن الكرة عبد الله صالح طالت عليه، محمد جمال يمررها الى الزميلة منذر ابو عمارة، تعود الى محمد جمال، محمد جمال يلعبها الى الزميل الى احمد الياس، احمد الياس يبحث عن زميل، كرة لا تزال معاه، يلعبها في وسط ارضية الملعب، محمد جمال يلعبها الى الجهة الاخرى الى زميلة اللي هو محمد الحارمة يحاول المرور، ولكن رايد ابراهيم بكل عقلانية يحصل الكرة هذه يخلصها ويتقدم فيها الان، يتقدم رايد ابراهيم مررها باستعجال شوي، ولكن تدخل بعد ذلك من المدافع محمد المحارمه ويبعاد للكره او تخليص الكره من امام رايد ابراهيم، تصل الى عبد الله ذيب يلعبها مره ثانيه الى زميل اللي هو محمد المحارمه، وملعوبه وتصطدم وتعود، ولا تزال الحوار لا يزال قائما ما بين اللاعبين. احمد عبد الحليم يلعب الكره، احمد عبد الحليم الى منذر ابو عماره، ابو عماره الكره معاه الان، يحاول المرور يمر بالفعل، ولكن الكره طويله حلوه بالكعب من إيمرسون اللي يقطع الكره هذه بشكل جميل، تصل الى جمعه درويش، جمعه درويش الكره معاه الان، يهديها الى عبد الله صالح، عبد الله صالح الى جمعه درويش، جمعه درويش يبحث عن زميل، يبحث عن تغيير اللعب ربما هكذا اشاره زملاء له، وبالفعل يتغير اتجاه اللعب الى رايد ابراهيم الى عبد الله صالح، الى رايد ابراهيم، الى شوف اللمسات، شوف الحركات، شوف التقدم من لمسه، ملعوبه الكره الان تصل الى عبد الله او عفوا الى ابراهيم سبيت يمررها الى محاوله الان اللعب، ولا تزال اذا تسديده، ولكن التسديده الى خارج ارضيه الملعب، ولاعب وقع على ارضيه الملعب من نادي العروبه. يبدو بان ابراهيم سبيت الظهير الاشول المتقدم في اللعبه الاخيره، نعم هو ابراهيم سبيت بالفعل اللي واقع، كان تقدم وبالتالي الأخوة الصحفيين الأردنيين الحاضرين لتغطية هذه المباراة، آخر مباريات دور المجموعات، والسلامة إلى إبراهيم سبيت. ونعم مع كل توقف يسارع اللاعبين إلى احتساس جرعات الماء لتخفيف الحرارة والضغط عليهم، ضغط الجو وضغط الوقت يمشي الى البراد شوي، لان يعني احنا نقترب من المغرب، وبالتالي حده حراره الشمس تخف في هذا الوقت بشكل كبير، ولكن تبقى بان الحراره حراره. رأفت علي واحد من اللاعبين الدوليين بنادي الوحدات شكله راح ياخذ مكانه بعد قليل، رأفت علي يعني محمود شلبايا ما استدعاه، اذا الحكم او المدرب الصربي السيد برانكو يستدعي رأفت علي لان يكون بديلا الان، ما طلب التغيير لسه، وبالتالي رايحه تستمر اللعبه، اذا ملعوبه من حارس المرمى مالك شلبايا، ما ادري اذا كان او هو مالك شلبيه، ما ادري والله، ملعوبة الكرة تلعب، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لصالح نادي الوحدات. إذا من سوف يغادر من نادي الوحدات هو اللاعب رقم 23 محمد المحارمة صاحب البطاقة الصفراء الوحيدة في هذه المباراة، وهو التبديل الأخير في لصالح هذا هو محمد المحارمة اللي راح يغادر ويترك المجال لصالح زميله رأفت علي. الجماهير الأردنية الحاضرة والمؤازرة لنادي الوحدات، ملعوبة الكرة تصل إلى اللاعب محمود وشاح اللي يلعبها إلى زميلة في الجهة الأخرى، تعود لمحمود وشاح مرة ثانية، يبحث عن زميل يلعبها إلى أحمد عبد الدايم أو عفوا بلال عبد الدايم اللي يلعبها هو الآخر مع تفويته من منذر أبو عمارة، تعود لمرة ثانية يحصلها أحمد عبد الحليم مررها، ولكن تمريرة خاطئة إلى جمعة درويش في وسط أرضية الملعب، حبيب الله الدحماني بشكل جميل إلى رايد إبراهيم اللي تبادله المواقع والمراكز هو وجمعة درويش، تلعب الى عبد الله صالح ابراهيم، ولكن الكره كانت طويله عليه وبالتالي تتخلص من المدافع. ملعوبه سبيت
ملعوبة في وسط أرضية الملعب تتخلص أمامية. الآن محاولة تصل إلى منذر أبو عمارة، منذر أبو عمارة يمر بشكل جميل وخطأ على سامح سبيت في هذه اللعبة، والخطأ لصالح نادي الوحدات في وسط أرضية الملعب، خطأ ربما يكون تكتيكي لحد ما، وبالتالي يعني هي الأمور هادية. وهذا هو اللاعب سامح إبراهيم سبيت اللي بالفعل كان يعني ما في بطاقات صفر، المباراة هادية وبالتالي ما في يعني حالات تستدعي إشهار البطاقات الصفراء باستثناء بطاقة واحدة كانت لمحمد المحارمة اللي حصل على بطاقة صفراء في المباراة. غير ذلك الأمور ربما يعني هي تمشي بهدوء وبفوز نادي العروبة، يسجل حالة الفوز الثانية في مشواره في كأس الاتحاد الآسيوي وفي هذا الموسم. ودائما ما نقول يجب على أنديتنا بأنها يعني أن ربما يعني في نهاية المطاف أن يجب أن تثمن مشاركات لأنديتنا في المشاركات الخارجية سواء كأس الاتحاد الآسيوي أو دوري أبطال الخليج، لأن يعني ما أدري يعني ملعوب الكرة الآن ولكن في أحضان حارس المرمى مالك شلباية، لأن أنديتنا إذا كانوا لاعبين يعني يا سبحان الله هذه المفارقة الغريبة، يعني أنديتنا مو بقاعدة تحقق النتائج المرجوة، مو بقاعدة تقدم الآمال والطموحات اللي نتمناها، ومع ذلك لما تأتي على أفضل اللاعبين على مستوى الخليج على 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 سبيل المثال، يعني فقط ما أتكلم على المستوى العالمي أو مستوى العربي، أتكلم على المستوى الخليجي، فإن لعيبتنا ما شاء الله عليهم موجودين ومتواجدين في معظم الدوريات الخليجية إن ما كانت كلها، لأنهم في السعودية موجودين، في الإمارات موجودين، في قطر موجودين، في الكويت موجودين، وبالتالي يعني ما تدري نوعية لاعبين خامات جيدة، ولكن على مستوى الأندية أنديتنا مو بجالسة تحقق المطلوب والمرجو منها. بالتوفيق لجميع أنديتنا في المشاركات المقبلة، يجب على الاتحاد العماني إذن أن يعني ينظر إلى هذه المسألة بعين الاعتبار. إذن خروج رايد إبراهيم الآن في التبديل الثالث إذن في صفوف نادي العروبة، ونزول اللاعب رقم 21 محمد حمد كتكوت، واحد من اللاعبين الدوليين أيضا، بذلك يستنفذ مختار ويستنفذ برانكو أيضا التبديلات اللي من حقهم في المباراة. ملعوبة الكرة تصل الآن تهيئة إلى إمرسون يحاول المرور، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. تنلعب الكرة وتتخلص من أحمد أو عبد الله ذيب، الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس، الآن رمية التماس لصالح نادي الوحدات الأردني، ملعوبة الكرة إلى طول أحمد عبد الحليم، يعيد الكرة إلى الزميل، تصل إلى أحمد الياس، أحمد عبد الحليم أو نعم كان أحمد الياس، ملعوبة الكرة الآن تعود لهذا هو أحمد الياس مرة ثانية، يحاول المرور أو البحث عن زميل ولكن تتخلص الكرة من أمامه، حلوة من جمعة درويش، ملعوبة مع محاولة التقدم الآن، محاولة إمرسون يتقدم ولكنه يتعرض إلى عرقلة وإلى خطأ، والخطأ لصالح نادي العروبة. هذا هو إمرسون اللي يطالب ربما ببطاقة صفراء لأنه حصل على الخطأ، ربما يطالب ببطاقة صفراء، ولكن الحكم السيد مرعي العواجي يكتفي بإعطاء الخطأ وربما لا تستدعي إلى أن تصل إلى البطاقة الصفراء. هذا هو البديل اللي ياخذ مكان محمد حمد كتكوت، وهناك جمعة درويش كان واحد من البدلاء، ملعوبة من حبيب الله الدحماني ولكنها مقطوعة أيضا، بالتالي تصل إلى خارج أرضية أو عفوا تصل إلى حارس المرمى مالك شلباية. ملعوبة راسية خلفية إلى حارس المرمى محمد إسماعيل الفارسي من هذا اللاعب إبراهيم العبيدلي.
سامح سبيت الكرة معاه الآن يلعب كرة طويلة أمامية إلى جمعة درويش بصدره جمعة درويش يحصل الكرة يهيئها تسديدة ولكن تسديدة طلال لوهيبي إلى خارج أرضية الملعب هذا هو طلال لوهيبي بعد ما استدت بالمدافع إلى ركلة زاوية لصالح نادي العروبة في هذه الأثناء عبد الله صالح يلعب على طول إلى 25 إبراهيم سبيت إبراهيم يلعب الكرة ولكن كرته إلى خارج أرضية الملعب الآن إلى ركلة زاوية أو عفوا ركلة مرمى لصالح نادي الوحدات إلى ركلة مرمى لصالح نادي الوحدات النتيجة 3 للعروبة هدف للوحدات النتيجة ما تغيرت عن الشوط الأول ويعني ما أدري رغم المحاولات من هنا وهناك ما بين الفينة والفينة إلا أنه أعتقد بأن المباراة قد تذهب بهذه النتيجة إلى النهاية لأن يعني العمل الآن خف وقل ربما المجهود اللي بذل عبد الله صالح الآن الكرة معاه يلعبها إلى طلال ومحاولة تمريرها من لمسة إلى الزميل حبيب الله ولكن الكرة مقطوعة وتتحول لصالح نادي الوحدات ومنذر أبو عمارة الكرة معاه الآن يلعبها إلى أحمد عبد الحليم الكرة معاه يبحث عن زميل يعيد الكرة إلى الخلف إلى أحمد إلياس إلى أحمد عبد الحليم الكرة مقطوعة من أمامه ويطالب بخطأ ولاعبين الوحدات يطالبون بخطأ ولكن الحكم يقول بأن ما فيها شيء بالتالي ملعوبة تصل جمعة درويش مرور من جمعة درويش عرضية من جمعة درويش قد يكون الرابع حبيب ولكن تسديدة حبيب الله الدحماني ردها حارس المرمى وتسديدة أخرى ولكن الكرة بعد ذلك من محمد جمال تتخلص إذا محاولة كانت جميلة من حبيب الله الدحماني إلا أنها حارس المرمى محمد شلباية كان موجود أو مالك شلباية كان موجود إذا اللاعب وقع على أرضية الملعب من نادي العروبة بالسلامة ليه المحاولة كانت جميلة وقوية ولكن يعني مالك شلباية اللي هو الآخر الآن على أرضية الملعب هذا هو مالك شلباية حارس مرمى نادي الوحدات الأردني اللاعب أو الحارس اللي تألق في الكرة الأخيرة ويبدو بأنه يعاني ربما من بعد التسديدة الأخيرة شوف الإعادة جمعة درويش عرضية تمر من الجميع يهيئ نفسه حبيب الله يسددها ويردها بالفعل مالك شلباية ولكن الكرة ربما اصطدت يعني بقوة بجسم مالك شلباية نعم هنا وبالتالي يعاني على إثرها من الإصابة بالسلامة لمالك شلباية وبالسلامة للاعب العروبة اللي وقع على أرضية الملعب اللي يتلقى العلاج اللازم وهو ما هو ببعيد عن حارس المرمى أيضا وحديث رأفة علي وجمعة درويش الحديث الودي الحديث الحبي ما بين لاعبين الناديين والعلاقات الطيبة وهذا أكيد يعني كرة القدم عموما يعني هكذا لذلك فصلت عن السياسة لأنها بالفعل هي من تجمع الشعوب هي من تجمع الناس ببعضها البعض حتى أن أصبح العالم صغيرا وصرت تعرف اللي ما تعرفه من أو عن طريق كرة القدم وعالم كرة القدم والمستديرة المجنونة ولقطة أيضا على الأطفال الأردن الحاضرين في هذه المباراة إذن بالسلامة لمالك شلباية حارس المرمى وبالسلامة للاعب العروبة يبدو طلال لوهيبي أو طلال لوهيبي نعم يبدو هو اللي خارج أرضية الملعب الآن تلعب الكرة وإعادة الكرة من لاعبين نادي الوحدات الأردني تلعب الكرة تصل إلى عبد الله صالح يلعبها في وسط أرضية الملعب إلى محمد حمد كتكوت إلى ملعوبة الجهة الأخرى تغيير اتجاه اللعب إلى راشد المشايخي راشد إلى جمعة درويش إلى محمد حمد إلى عبد الله صالح محمد حمد هذه هي لعبات العرباوية بالفعل عبد الله صالح يلعبها إلى حبيب الله الدحماني الكرة معاه الآن يلعب كرة عرضية ولكن كرة العرضية في أحضان حارس المرمى مالك شلباية أو مالك شلبية ما أدري هو شلباية ولا شلبية هكذا مكتوب عندي إذن شلباية هو بالفعل
والكرة لصالح نادي الوحدات. الآن محاولة المرور، محاولة التقدم، محاولة عمل شيء في الأمتار الأخيرة من عمر هذه المباراة. الآن منذر أبو عمارة يتقدم، منذر أبو عمارة يحاول المرور، لعبات مقصية وإلى صافرة وضربة جزاء حاضرة الآن على اللاعب سامح، على اللاعب إبراهيم سبيت. إذن ضربة جزاء لصالح نادي الوحدات الذي كان يبحث عن تقليص الفارق وقد أتت الفرصة المناسبة لذلك، ولكن يبقى بأن ضربة الجزاء نعم يقول لك 99% جول، ولكن 1% هذيك مقسمة ما بين الحارس والقائمين والعارضة، وأن تكون الكرة إلى إخفاق من اللاعب بإرسالها إلى خارج أرضية الملعب تماما، هكذا تقسم على 1%، ولكن غير ذلك في أن 99% ضربة الجزاء أو الركلة الترجيحية تكون هدف محقق. الحكم إذن يطلب الخروج إلى خارج منطقة 18 ياردة من أجل تنفيذ ركلة الجزاء الحاضرة الآن، وعلى تنفيذها اللي هو رأفت علي. إذن رأفت علي يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء الحاضرة في هذه الأثناء. الحكم يعطي الإذن بأن تتنفذ ركلة الجزاء، رأفت علي يلعبها وجول. إذن جول، هدف لصالح نادي الوحدات، الهدف الثاني لصالح نادي الوحدات الأردني عن طريق ضربة جزاء سجلها رأفت علي في شباك الفارسي اللي هو محمد إسماعيل. إذن النتيجة الآن تذهب إلى 3-2، 3 للعروبة، 2 للوحدات، ولسه في مال 5 دقائق حوالي لهذه المباراة. 5 أهداف في هذه المباراة مقسمة ما بين الفريقين، هل ستكون هناك هدفا سادسا يسجل في المباراة سواء كان للعروبة أو كان للوحدات، أم أن الفريقين يكتفون بهذه النتيجة الحاضرة؟ ملعوبة الكرة ولصالح إبراهيم سبيت إلى عبد الله صالح. إبراهيم ملعوبة الآن إلى صافرة، وخطأ لصالح نادي العروبة، لصالح إمرسون بالتحديد. عاد نادي الوحدات الأردني تأسس في العام 1956 في مخيم الوحدات، وظل تابعا لوكالة الغوث الدولية حتى عام 1976، عندها تبع لوزارة الشباب. هكذا هو تأسيس هذا النادي، نادي الوحدات الأردني، ولكن يعني حقق بعد ذلك العديد والعديد من الإنجازات في عالم وسماء الكرة الأردنية. ملعوبة الكرة الآن، جمعة درويش الكرة معاه يمر بشكل جميل، جمعة درويش عرضية جمعة درويش، ولكن الكرة إذن ما أدري جمعة درويش شكله يطالب بركلة أو ضربة جزاء، ولكن الكرة ما فيها شيء. إذن الكرة لصالح نادي الوحدات. عاد الوحدات هذه هي نعم شوف الإعادة، شوف الإعادة، والله اللاعب وقع وكأن حارس مرمى وشلها بيده، ولكنها طافت ومرت على الطاقم التحكيمي، على السيد ناصر المظفر وأيضا مرعي العواجي. الإعادة وضحتها بشكل كبير، ومطالبة درويش على هذا، أو مطالبة جمعة درويش على هذا الأساس، وبالفعل كانت يعني لاعب شالها بيده. عموما فان نادي الوحدات منذ ان انضم الى الدوري الممتاز وصعد الى الدوري الممتاز حقق البطوله الى 12 مره، اخرها موسم 2008 2009، ايضا احرز ببطوله كاس الاردن 9 مرات، اخرها موسم 2010 2011، وكذلك احرز بطوله درع الاتحاد. ملعوبه الكره، تسديد الان، المحاولات قائمه للعرباويه تتسدد جول. اذا الهدف الرابع ياتي الان، الهدف الرابع يأتي من راشد المشايخي، يبدو لي نعم هو راشد المشايخي، والهدف الرابع
إذن 4-2 4-2 نتيجة كبيرة والله، نتيجة كبيرة في هذه المباراة. نعم لا تهم الطرفين باستثناء أنها مباراة معنوية للفوز المعنوي خصوصا لنادي العروبة اللي يستعد ولمقابلة نادي فنجة يوم 14/5 وإحنا اليوم 8/5 يعني كلها 4-5 أيام وراح يلتقي مع نادي فنجة نادي العروبة ويمن النفس بأن يفوز. شوف الإعادة والتسديدة الجميلة من راشد المشايخي اللي عانقت شباك مرمى مالك شلباية وبالتالي إلى هدف رابع لصالح العرباوية الآن، وشكلها عاد خلص باستثناء الوقت المحتسب المقدر من قبل حكم المباراة. نعم هو يشير شكله بدقيقة أو شيء ما من هذا القبيل، أعتقد بأنه يشير إلى دقيقة، راح نتابع ذلك من خلال حكم الرابع لهذه المباراة السيد فهد العريني. هو العريني ما هو العريمي، العريمي في محافظة الشرقية، هذا العريني بالنون. ملعوبة الكرة الآن ولصالح نادي العروبة، ولكن مالك شلباية يحصل الكرة هذه. هناك أكيد يعني حضور سعادة السفير الأردني متعب باشا الزبن، السفير المعتمد لدى السلطنة حاضرا وموجودا هنا لمتابعة هذه المباراة. إذن إلى دقيقتين هما وقت محتسب بدل ضايع ومقدر من قبل السيد مرعي العواجي، ويشير بذلك السيد فهد العريني الحكم الرابع. دقيقتين تفصلنا عن نهاية هذه المباراة اللي يتقدم من خلالها نادي العروبة ب4 أهداف لهدفين، ولكن الآن إلى خطأ في مكان جميل جدا بالنسبة لنادي الوحدات الأردني. إذن إلى خطأ لصالح نادي الوحدات الأردني. خطأ على مشارف منطقة 18 ياردة أو على قوس 18 ياردة، القوس اللي أمام منطقة 18 ياردة، وبالتالي يعني كثيرا من اللاعبين اللي يجيدون اللعبات هذه يتمتعون لما تكون الكرة في هذا المكان، لأنهم يسجلون معنى ذلك يسجلون أهدافا جميلة تأتي من خلال هذه المنطقة. خطأ لصالح نادي الوحدات وأحمد عبد الحليم قريب من اللعبة، وهناك أيضا يبدو لي هو من اللاعب الآخر رأفت علي عبد الحليم، ولكن محمد اسماعيل الفارسي يخرج الكرة إلى خارج أرضية الملعب، مع أني سمعت واحد من الجمهور يقول جيبها من الشبكة. إذن هو من الجماهير الأردنية وهو يتوقعها بأنها داخل الشبكة، وبالتالي لأن محمد اسماعيل الفارسي شوف الإعادة تألق فيها وأبعدها بقبضة يده. تصل مرة ثانية محمد اسماعيل الفارسي، والله يعني خير بديل لمحمد القلهاتي يبدو لي محمد اسماعيل الفارسي الحارس الواضح امامنا، لانه جالس يقدم عطاءات جميله جدا في هذه المباراه. اذا في هذه الاثناء يطلق الحكم السيد مرعي العواجي صافرته معلنا عن نهايه هذه المباراه التي تابعناها معا تجمع ما بين العروبه والوحدات، وانتهت بفوز نادي العروبه ب4 أهداف مقابل هدفين في مباراه ربما لا تعنيهم الفريقين ترتيبيا ولكنها تعنيهم معنويا وخصوصا نادي العروبه. اذا في مباراه تابعناها، تقبلوا تحياتي محدثكم ياسر الغاربي، لن نلتقي في مباريات ومناسبات اخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.